سافرناش على فكرة احنا صغيرين. هنسافر امتى يعني؟ مين قال ان احنا مش هنسافر؟ طبعا هنسافر يا عيلتي، بس مش في العيد. العيد عايز راحة، انتخى يعني، نطلب اكل حلو، نتفرج على فيلم حلو، ونزور اهالينا. معلش، هو ايه اللي اتغير؟ لا، هو لو مفيش اي حاجة اتغيرت يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة. انا ما اتجوزتش على فكرة عشان اعيش نفس الحياة اللي انا كنت عايشاها وانا في بيت اهلي. معلش يا واد، عايز افهم حاجة. هو انت متجوزاني عشان تقراي من عيشة في بيت اهلك؟ انا ما قلتش كده، واصلا مش فارقه انا قلت ايه، عشان كده وكده مش هتفهم اصلا. نجيم، بطلي برطمه. قلت لك ما بحبش الطريقه دي مليون مره. عايز تقولي حاجه قوليها على طول. زهقانه بس يا ادم شويه. مش السفر والتنطيط هما اللي هيضيعوا زهق. اه، امال ايه الحل؟ تشتغلي يا نجيم. طب ما انا حاولت اشتغل على فكره قبل كده. انت كنت ماشي معايا في الموضوع ده خطوه خطوه، وعارف ان في الاخر المواضيع ما بتمشيش. ما تمشيش ولا انتي مش بتكملي؟